متى آخر مرة سويت شيء لأول مرة؟ لبكرة. لا معاك. متى؟ قبل أسبوعين. قبل 3 أشهر. قبل ممكن سنة ونص. قبل أسبوعين. إيش سويت؟ مديتيشن. التأمل. كنت أخاف مرة أخش البحر. سويت شيء جديد في حياتي. بعدين طلعنا البحر ورحت دخلت. كان في شيء جدا ما متقبله. تخسرت الحين يعني أروح البحر تقريبا كل أسبوعين شيء زي كذا. صرت أعشق البحر. حمستني. سويت تشويق. عملت لي عملية تشويق. أنت عندك تأتأة سنين. 12 سنة. صحيح. والأول مرة تقرر أنك تأخذ كورس في التحكم في تأتأة من أسبوعين ثلاثة. أيوة صحيح. عجيب. نواف. حبيبي الله يسعدك. والله أبدعت. فخور بنفسي جدا طبعا. يعني واجه مخاوفة. واجه مخاوفة. واجه هذه أهم شيء. لو أنت خايف من شيء لا تقول لا أنا بهرب هذا الموقف أنا ببعد هذا الموقف. خش واجه. خش اديله. بالتالي كان من ضمن القرارات اللي اتخذتها انه اخرج من الكومفورت زون، اخرج من دائره الراحه. ودائما انا في الماضي لما ابغى احسن نفسي في موضوع اركز انه السبيل الوحيد لتحسين نفسي هو اني اقرا كتاب في الموضوع. هذا كان في بالي هو نموذج التحسين. ما في شك القراءه حسنتني جدا، بس الواحد بيوصل لمرحله خلاص. وبعدين البعدين دي هي انك تتعلم ليس بالقراءه ولكن بالتجربه. لاول مره اتعلم الغوص. طبعا موضوع البحر بشكل عام بالنسبه لي عني يعني انا من جده من ولاده وتربيه وحياه وكله جده بحر بحر احمر، بس انا ماليه في البحر لسبب ما كنت احب البحر ابدا. فلما جيت اختار ايش اسوي شيء له علاقه في البحر اخترت شيء اللي هو الفري دايفنج، اللي هو حتى بدون اكسجين لازم تكتم نفسك. ثلاثة 23. يس. هذه 13.5 متر. كانت تجربة من أكثر التجارب اللي غيرتني الحقيقة على كل المستويات. أول مرة في حياتي. فين إحنا؟ فين توقعوا إحنا؟ في سؤال، أين نحن؟ إحنا في إمارة جازان، في تحديداً واحدة من الجزر المشهورة هنا وهي جزيرة فرسان. وأول مرة حركب كاياك في فرسان، وأول مرة حينركب كاياك في فرسان أصلاً. يلا بسم الله دخلونا على الأماكن الحلوة دي. يلا. كيف الواحد يكون في منظر زي ده وما يحس بهدوء نفسي؟ ما تيجي ما تركب. طبعاً التصادم لا يؤدي إلى الراحة النفسية. سوشيال ميديا ديتوكس. ديسكونكت تو كونكت. افصل لتتصل.